كان الحديث بأنه كيف للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعرف كل هذا الكم من المعلومات العلمية قبل أكثر من 1400 عام؟ ومنها الآية الكريمة التي تقول: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. البعض أشار إلى أنه الآن يشعر المسافرون حينما يركبون الطائرة إلى أن صدورهم ضيقة حرجة، فتحدثوا عن أن هذا الأمر بالفعل ثبت في العصر الحديث. فماذا تقول حال هذه الآية القرآنية الكريمة دكتور زغلول النجار؟ طبعا الغلاف الغازي حول الأرض ليس من مدى الأرض بالكامل ولا من مدى السماء بالكامل، ولكنه خليط بين مادة الأرض والسماء. ولذلك رب العالمين يقول يعني رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني مايز هذا الغلاف الغازي. والغلاف الغازي يمتد إلى أكثر من 10,000 كيلومتر، ولكن الجزء الصالح لاستقبال الحياة يعني يتراوح بين 0 و12 كيلومتر فقط. بعد ذلك يقل الضغط، يقل الأكسجين، تكثر الغازات السامة، يكثر التعرض للأشعات الكونية. فلذلك لا يمكن الإنسان يعبر هذا الغلاف الغازي بدون حماية، ولذلك أغلى ما في رحلات الفضاء بدلة حماية رائد الفضاء تقيه من كل هذه المخاطر. وكأنما يصعد في السماء، وكلمة يصعد يعني يرتفع بصعوبة شديدة، يعني ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.